هذا مقسمي القديم الذي مكثت فيه أكثر من 35 سنة. من هنا طلعوا عدة معايد تقريبا في 5 قارات. هذا السريع يحمل اسم ميسون الموروي، فله تأثير كبير على حياتي الإنسانية والفنية، ولهذا كل ما كتحلي لي الفرصة أمر من هنا لأتذكر عدة أيام التي مررت بها في هذا المرسم والأعمال التي تدور في ذهني يوميا لما أمر من هذا الحي. يعني مجيئي ومكوثي بإشبيلية كان له عدة عوامل. أولا أن العامل الأول أن إشبيلية كمدرسة تشكيلية واتجاه في فنون التشكيلية كان له طابع كلاسيكي واحترافي أكثر من مدن أخرى، والمدرسة الإشبيلية أو الأندلسية للفنون التشكيلية معروفة في العالم. حينما ينضج فنان أصيل مثل أحمد بن يسف فإنه يعيد اكتشاف إنسانيته، مكتشفا أن الرابط الحقيقي الذي يشدنا إلى الآخرين من حولنا في العالم الرحب ليس اللغة ولا الدين ولا العرق ولا المواطنة، بل هو الرابط الإنساني الذي يجعلنا نأسى للمقهورين ونتعاطف مع الفقراء المضطهدين ونصطف مع المظلومين. لوحات بن يسف تحررت الآن من تعقيدات مدارس الفن التشكيلي الحداثية، وكل لوحة من لوحاته فيها سعي لمزيد من الارتباط بالناس والتعبير عنهم. وبن يسف يبهجه تخاطف الغربيين للوحاته الثمينة، وبعضها قد وصل سعره 250,000 يورو، لا يناقصه إلا تجاهل الإعلام العربي له، وهو يسأل سؤالا مريرا ولكنه مشروع. قبل بث هذه الحلقة التلفزيونية عنه، كم من الجمهور العربي سمع عنه؟ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس فريق إشبيلية كلفني رئيس الفرقة بتصميم جدارية لتسجل الذكرى المئوية لفريق إشبيلية، وهذا كان سنة 2003. فبعد الدراسات وبعد الأبحاث التي قمت بها وأعطاني الحرية الكاملة للتصرف لا من ناحية الموضوع ولا من ناحية الموقع، وهذا شيء يعني يشكر عليه. فقمت بعدة استعدادات وبعدة تسويدات أولية، ومن التسويدات التي اختاروا هذا الموضوع الذي هو داخل الثقافة التشكيلية الأندلسية. فقضيته في إنتاجها تقريبا 2.5 سنين، وأعتقد كما يقولون هي أكبر جدارية في العالم على الخزف، لأن خصوصية الخزف تختلف تماما على الصباغة الزيتية أو الصباغة المائية، لأن لما كتكون كترسم بألوان يعني تقريبا كنقولوا مطفية بدون شعلة ولا حتى دخولها إلى الفرقان وخروجها من الفرقان، لأن لما كتكون كترسم ما تكونش الحقيقة كتفرق بين الألوان، لأن الألوان ديال الصباغة الخزف يعني قبل ما يدخلوا على الفرقان كيكونوا تقريبا في نفس درجة الألوان وفي نفس اللون، ولهذا كان بالنسبة لي شرف كبير ومسؤولية في نفس الوقت، يعني كرسام وكمشارك للفرقة، لأننا من مشاركين في فرقة إشبيلية ومساهم معهم في الإدارة، فكانت المسؤولية متضاعفة. وبطبيعة الحال واليوم يعني أنا أعتز بها لأن هي معلمة مدنية في وسط المدينة وفي واجهة الملعب، وهذا سيشرف. فاختياري لهذا العمل لم يكن اختيارا يعني زبونيا أو صداقة، يكون اختيارا قدرة ومعرفة وجدية ومواظبة في العمل، لأن هذا ما كيصل الإنسان إلا بالجدية والمواظبة في العمل. إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة الحال بطاقة التعريف أنا أحمد بن يوسف من موالد مدينة تطوان شمال المغرب من أب الحج محمد بن يوسف ورقية الصردو رحمهما الله. بعد دراستي الابتدائية بالمعهد الحر والثانوية بالقاضي عياد التحقت بالمدرسة الفنون الجميلة بتطوان، وبعدها سنة 1967 التحقت بالمدرسة العليا الفنون الجميلة بسبيليا. والدي كانت علاقة يعني كعلاقة أب مع ولد، والفض كيزعل له الكثير لوجودي أنا على هذه الوضعية، لأن من المعاناة اللي قضيتها في صراعه معي لتخلي على هذا الميدان جعلني أضاعف المجهود لأبين له ولنظهر له بأن هذا الميدان محترم كجميع الميادين. وهكذا بدأت الممارسة، وكان هدفي من الدراسة هو معرفة التقنية والخصائل التي تحوم بهذا الميدان، لأن كان أملي أن أعيش من هذا الميدان ومن أجله وإليه. ولهذا سبب لي هذا الاتجاه عدة مشاكل في الحياة، وهذه المشاكل عكست في عملي. يعني كما تعرفون أنني في حياتي الشخصية تزوجت 3 مرات، ولله الحمد أعتقد أن أصبت في المرة الثالثة، وكما كان يقولون في المغرب الثالثة النبي. كنظن بأن أتمنى أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأخير إن شاء الله. تعرفت على أحمد هنا في إشبيلية عن طريق أصدقاء لنا، لأن حياتنا في تلك السنوات كانت مختلفة تماما، فقد ساهموا في تعارفنا وهكذا بدأت علاقتنا وأنشطتنا معا. بالنسبة إلى حياتي مع أحمد فكانت فريدة من نوعها دوما، لأن الفنانين لديهم عادة طبيعة خاصة، وهو تحديدا لديه طبيعة مميزة على المستويين الشخصي والعملي، وأنا كنت دائما حريصة على انتقاء الشخص الذي سأتزوجه وأعيشه، فهو شخص حنون ومحب لعائلته. اليوم احنا 20 سنة واحنا متزوجين، عندي 5 أولاد مع الزوجة الأولى، عندي 3 وهي طبيبة، عندي عمر وهو كذلك طبيب، وعندي فاطمة هي صحفية، وعندي ياسمينة تعد من أجود الطلبة في تاريخ جامعة إسبانيا، هي عندها الرقم القياسي من ناحية المأود، ولما انتهت دراسها أعطوها الجائزة الكبرى كطالبة لتقوم بأبحاث في إسبانيا وخارج إسبانيا. والزواج الأخير والثالث عندي مع أنا ماريا بيلاسكيس، وهي أستاذة للتاريخ والجغرافية، عندي معها ماريا ونور بنتين. كل هذه التقلبات الحياتية انعكست في أعمالي. وحين تتعرف على شخص من حضارة ودين مختلفين وتفكر في العيش معه، فمن البديهي أنه سيهمك معرفة عالمه كاملا. لذا بدأت أقرأ عن الإسلام، فقرأت القرآن وكان أحمد بدوره يشرحه لي، وتأثير ذلك كان واضحا في تصرفاته، فهو كان مسلما ممارسا للدين بحيث يتأثر الإنسان بأفكاره، بالإضافة إلى أنني أعتبر أن المسيحية والإسلام يشتركان في نقاط كثيرة. هكذا عرفت الحضارة الإسلامية وقرأت القرآن، ومن خلال معرفتي الخاصة ومعايشتي لأحمد اعتنقت الإسلام. من حسن حظي تحققت بعد أحلامي وأنني أعيش حياة أحلامي الطفولة، فاليوم على استعداد لتهيئ مؤسسة تحت عنوان مؤسسة بن يوسف بيلاسكيس في اسمي واسم زوجتي. وهذا اقتنيت بيتي الذي ولدت فيه بشطوان، والآن على استعداد لفتح هذه المؤسسة بمعيد تحت عنوان تطوان مهدي وإشبيلية بيتي.
وهذا المعيد سيدسن إن شاء الله في السنة المقبلة بسبيليا، ثم بعده سينزل إلى المؤسسة ويبقى ثابتا في المؤسسة. وهذه المؤسسة ستحتوي على معرض دائم للتجربة الفنية، كأنه معرض استعادي لمشواري إلى يومنا هذا. تاريخ تعليم في الفنون الجميلة جديد، لأن التعليم بالفن التشكيلي كان دائما على المستمع معمل وأستاذ والطلبة، ليس كلية أو مدرسة عليا للفنون الجميلة. فأنا اليوم كنتبع بعض الرسامة في مراسمهم، يعني كان قصدهم من ناحية التقنية، لأن اللوحة تحتوي على اثنين: الإبداع والتلقائية والتقنية، لأن معرفة التقنية تعطيك حرية التعبير أكثر. كلما عرفت تقنيتك أحسن وعرفت تقنية الفن التشكيلي أكثر، تكون لك حرية التعبير أكثر. أنا التزامي بالفنون التشكيلية والألوان والأشكال، وفي نفس الوقت بالقيم الإنسانية. هذه اللوحة تكريما للصحفي منتظر الصدري، تكريما للشجاعة وللشهامة وللكرامة، ولهذا قمت بهذه اللوحة. لأن اللوحة أنا قلت مرارا وتكرارا أن الرسام زيادة على اهتمامه بجمالية الألوان والأشكال، أنه يصبح موثق للحياة التي يعيشها. فبطريقة غير مباشرة أن الرسام يتحول من مبدع تشكيلي إلى موثق في هذه الظروف. فهذه اللوحة تكريمة لمنتظر الصديق، وأنا أغتنم هذه الفرصة لأقدم هذه اللوحة إلى باراك أوباما كهدية للبيت الأبيض. لابد أن رئيس أوباما سيسره أن يزين مكتبه البيضوي بلوحة لك يا بن ياسف، ولكن ليس بالضرورة لوحة حذاء منتظر الزيدي. يحكي بن ياسف أنه شعر بالدهشة البالغة حينما رأى لوحاته مطبوعة على أوراق العملة المغربية، وهو الذي كاد يموت جوعا بسبب الفقر في أول عهده بإسبانيا. ويحكي أنه اصطحب معه ابنه الأكبر عمر لزيارة أبيه، وقال له: إن حفيدك حقق حلمك المحبط في أنا وصار طبيبا. فإذا بالحاج محمد ياسف يمتعد ويرد قائلا: كنت أريد طبيبين. ويحكي أن زوجته الحالية آنا ماريا اعتنقت الإسلام الذي قدمه هو لها إسلاما مبدعا منفتحا يليق بالفنانين، ويقدم للإنسان تجربة اكتمال فريدة بين الروح والجسد. هذا فنان جميل سلوكا وكلاما وإبداعا، ومن الممتع تأمله والإنصات إلى لوحاته.